أينما حل اللاجئون السوريون يبرزون قدرتهم على التأقلم مع الحياة الجديدة ويخطون دروب نجاحاتهم بأيديهم. تقريرنا التالي هو عن الحلويات السورية في مدينة برلين وتحديدا شارع العرب، وربما هذه الحلويات تخفف حلاوتها من مرارة اللجوء والاغتراب. نتابع. يمتاز اللاجئون السوريون بقدرتهم على التأقلم وبناء حياة جديدة أينما حلوا هنا في العاصمة الألمانية، وأنت تتجول فيما يعرف بشارع العرب ستجذبك رائحة المخبوزات والشعبيات التي اشتهرت فيها مدينة إدلب. احنا كان عندنا محل بسوريا، بمحل كمان بإدلب اسمه نفس الاسم، وجينا لهون صاحبين المحل، جينا لهون فتحنا المحل، ونحن حاليا مختصين بشعبيات إدلب بالإضافة للبقلاوات العربية، وفي عندنا كمان حلاوة الجبن والشغلات السورية المشهورة بسوريا يعني. وحبينا نفتح المحل هون مشان نذكر العالم بسوريا وبأكلات سوريا الأصلية. أول ما فتحنا المحل لقينا شوية صعوبات بالنسبة للمواد الأولية، مثل فستق الحلبة، السمنة العربية أو السمنة الحيوانية، فلقينا شوية صعوبات بالبداية، بس حاليا هلأ لقينا مصادر ثابتة والحمد لله الأمور كلها تمام بألمانيا، وصار عندنا زبائن عرب وصار عندنا زبائن ألمان. حلويات اعتاد السوريون تناولها في بلادهم، لكنهم اليوم يجدونها في منافيهم الجبرية المختلفة. حتى الألمان هنا في برلين أصبحوا من رواد محلات الحلوى العربية وتحديدا السورية. أتي لهذا المحل أسبوعيا لأشتري الحلويات العربية، إنها لذيذة جدا، وأيضا أذهب لمحلات الحلويات الأخرى، لكن لا يمكن مقارنة حلويات هذا المحل بالحلويات التي تقدم في مكان آخر. بجي لهون باكل شعبيات، فهذا الشيء بذكرني كثير بمحلات اللي بسوريا، مثلا بالضيعة المدينة اللي انا ساكن فيها في كثير محلات حلو، وبجي هون بشكل متكرر عشار العرب. يحمل السوريون عاداتهم ومأكولاتهم وحلوياتهم اينما ذهبوا، شعبيات حلاوة جبن، مبرومة وبلورية وغيرها، لا تقتصر متعتها على لذة نكهتها، لكن ربما تخفف حلاوتها مرار اللجوء والاغتراب.